تبعا لتعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضية بإعادة فتح المعبر الحدودي الدبداب الذي تكلمت عنه أخي محمد الحويج، الدبداب مع الدبداب غدامس مع ليبيا، فإن الجانب الجزائري بصدد وضع آخر الترتيبات اللوجستية والتقنية بالتنسيق مع الجانب الليبي، كما يعكف الجانبين أو الجانبان الجزائري والليبي على استكمال المحادثات النهائية، أقول النهائية، لإعادة فتح الخط البحري الرابط بين طرابلس والجزائر العاصمة للاستغلال في مجال نقل السلع والبضائع.